مرحبا، كيفكم؟ اليوم حابب اصور لكم السكن اللي عايش فيه. هذا السكن مشترك لكل اللاجئين من كل الدول، يعني في اتراك وهنود عرب اوكران، شو بعرف، ما في جنسيه منها موجوده. طبعا بني مختلط فيهم كثير، انا ما بحب اختلط. في كل واحد بيطلع له بطاقه مثل هيدي. هلا وقت الغداء حفرجيكم جوا كيف وزعوا الاكل. كل يوم بيكون في وجبه مختلفه، واليوم هلا نشوف شو في حيكون، شو الاكل اللي موجود. بطاقه. هلو، نستنى بقى. فزعوا ما صور وشهم، مستحيل اليوم مع كورونا. اوه، في دجاج اليوم. ثانك يو. هذا هو الاكل، وهذه هي القاعة مثل ما انتم شايفين، كبيرة. المهم نسيت والله ما اجيب الشوكة والمعلقة. هلا حروح اجيبهم من الغرفة وناكل. هذول المعلقة والشوكة والكباية. هون بيعطوا كل واحد أول ما يجي على السكن بيعطوه معلقة وشوكة وسكينة وكبايته الخاصة، وبقى بتستعملهم بالفترة الموجود فيها. وهذا هو الأكل. هلا لازم ارجع على الكافيتيريا، لانه ممنوع الواحد ياكل برات الكافيتيريا، لازم نرجع دغري. هي وجبه الغداء اليوم، بيعطوني خبزه، صوص مكرونه، قطعه تحليه وفخده دجاج. هلا ايام هون بيكون في قطعه فواكه. الخبزه هي ما بتتبدل، دائما في صوص، دائما في شيء ناشف نشويات، وما دائما في دجاج. يعني ايام بيكون بس في خضروات وشغلات هيك، وبيعطوا شاي وقهوه وحليب، وانا بختار الشاي وفنجان قهوه من الصبح يعني بشربه. يلا لك، نرجع بشوفكم بعد ما خلص اكل. وهلا خلصت اكل، فت على الغرفه حطيت الكاسكيت لانه الشمس كثير قويه، وفي وراي عالم كيفه. مبسوطين، عاملين جو لحالة. هلا بعد شوي بدي انزل على السنتر، بدي بروم معكم شوي، يمكن اشتري ثياب، شي كنزه فاتحه بقى للصيفيه لانه شمس. ومن غير ثياب في هيك وحده مثل سموزر بتمسكها للتليفون وبتثبت الكاميرا احسن ما يضل يرجك انا وماشي معكم. هيدي بعتقد هيدي الايتم بتكون جود انفستمنت. وهلا طالع من السكن المشترك، بدي انزل على السنتر كرمال تشوفوا المدينة شوي معي. اليوم حيكون مثل ما قلت لكم فلوج للمناطق اللي بدي زورها، وان شاء الله يعجبكم. كمان الهدف اليوم من الخروج كان انه اشتري شي تي شيرت شغله لألبسها، وبنفس الوقت كمان حابب ادفع شوي على اليوتيوب، لانه الصراحه بهمني ان تحضروا بصوره حلوه ويكون الفيديوهات دائما عجبتكم، يعني مسليه لكم. هون في المحكمة، محل ما بيعملوا الإجراءات، هيدي بس ليجي الموعد. هونيك بهذاك المبنى عملت الفحوصات الطبية، وكل المباني المتبقية كلها مباني سكنية للناس اللاجئين اللي هون. وهلا هونيك في بوابة ما فيك تقطع طبعا إلا ما تفرجيهم الكارت. وهذا الحارس على البوابة. هلا المفروض يعطوني اذن بالخروج. حمودي تعال على ويتك. لا 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 ل
والله اعطونا البطاقة. يلا روح. مصرفين. هلا من هون عندي طريق طويلة لأوصل عند السيارات. طبعا هيدي المنطقة بعيدة شوي، صغيرة على السنتر، تقريبا شي نص ساعة بالقطار، بس القطار منه كتير بعيد من هون. يعني القطار تقريبا بيبعد من هون مسافة على الإجرين تقريبا شي 20 دقيقة. بيعجبوني كتير هدول المناطق أنا الفرعية بقلب المدينة، لما يكون في مثل طريق طبيعي مغطى بالأشجار. يا أخي ما بعرف، بس هيك بالراحة ترتاح لما تهرب شوي من العمار، مع انه اختصاص يعني، بس انه بيضل شيء حلو كتير الواحد لما يلاقي في هيك مثل طريق صغير مختصر يكون ماشي بالطبيعة، تحس حالك يعني انفصلت عن يعني العالم اللي عايش فيه. من الاشياء اللي تعلمتهم بالغربة الصراحة انه الواحد لازم دايما يعتمد على حاله، ما يعتمد على حدا، لانه الناس دايما بتخيب لك ظنونك، تعتمد عليهم بشي حتى لو كان يعني اقرب الناس لك واصدقائك واصحابك حتى واخواتك. يعني بالنهاية بالغربة اذا ما بتعتمد على حالك بتركز على امورك الشخصية، صدقني بتضيع كل الامور. هون تحتاج صبر، ارادة قوية، وكل واحد لازم يعرف يكون شو في عنده هدف، لانه اللي ما بيعرف هدفه بالغربة دايما بيضيع، بتلاقيه دايما ما عنده وقت، ما بيعرف يعبي وقته، بس عبى وقته دايما الناس اخذت له وقته، يعني ان كان اي شيء. شو احلى شيء عايشه هون بالغربة انه ما حدا بيتدخل بحدا الصراحة، ما حدا له علاقة فيك. طبعا الناس الغريبة يعني، ما انه اللي محيط ما عارفك او شيء. نفترض مثلا مثل انا هلا ماشي عم صور، يعني الناس ما بتدخل فيك، ما بتحكي معك شيء، ما حدا له علاقة بقلب فيك ابدا. شو ما تعمل عندك حرية كاملة هون، تمشي تعمل اللي بدك. المهم طبعا ما تسيء للناس، طبعا ما تقلل من احترام، انت بالنهاية بمكان عام، بس الحلو دايما بتحس حالك على راحتك، يعني ما حدا بيتدخل فيك، ما حدا بيخنزر فيك. يعني بلادنا، يعني ما بدي احكي على لبنان اكثر، ما كل العالم تعرفه، يعني حتى بلادنا العربيه كلها. يعني تخيل مثلا واحد ماشي، شو عم تعمل هون؟ ليش عم تصور؟ شو خصك انت؟ بلش بقى تعرفه. الحلو الحلو الواحد بلاد اوروبيه عندك حريه تعمل اللي بدك اياه، واللي عنده اهداف وطموحات دايما بيوصلها. طبعا بده شغل، ما في شيء سهل بالحياه. طبعا اللي بيوصل هون الكل بيوصل، اللي عنده هدف طبعا حكينا عليه، واللي عنده مركز على حاله بيعتمد على حاله ابدا، اللي بيعتمد على حاله دايما هو اللي بيوصل. يعني فالربط نوصل، قربنا نوصل، قربنا نوصل لسكه تران. تقريبا هسه في اقل من نصف المسافه، تقريبا صار لنا هلا 10 دقائق مشين، معناتها بتاخذ شي 17-15 دقيقة من المركز للتران. طلع الضوء اخضر، لازم نعجل شوي، هون ممنوع تقطع الضوء الاحمر ابدا، حتى يعني بعض الاوقات بخبوا فيها كاميرات فبيلقطوكم اذا مشيتوا مخالفه. هون عندهم النظام كثير اساسي، هون مقدس، لازم تحترموا الاشاره، هون عندهم كثير ضروريه. حتى يعني في ناس خسرت رخصه السواقه تعيدها بس بسبب انهم قطعوا الاشاره الحمراء، حتى هن بدون سياره يعني مشاة، قطعوا الاشاره الحمراء وشافهم شرطي وقشطهم رخصه السواقه، وبقى بحق لهم يطلعوها بحياتهم. يعني فديروا بالكم اذا جيتوا لهون وعملتوا رخصه السواقه تلتزموا بالتعليمات تاعت السواقه، لانهم كثير جديين هون. وهلا قربت على سكه التران،
طبعا مثل ما شايفين انتم هيدي محطة صغيرة يعني بتوصل للمحطة الأساسية. ما بعرف هلا قديش يمكن نستنى وقت، يمكن 10 دقايق 5 دقايق، فحوقف انا هون الفيديو وارجع كفي بس لنطلع بالقطار. انا طالع من محطة القطار ورايح على الجهة الثانية المقابلة. طبعا في مثل نفق لازم اقطع فيه لامرق من الجهة اليمين لجهة الشمال. شوف هذا هو الطريق تحت الارض وقربنا نوصل، يعني بس في شيء 10 دقايق ماشي. يا اخي المانيا كبيرة كتير، إذا بدك تروح من محل لمحل بدك على القليلة شي ساعة، مع إن الناس بتحكي اوه بيتي بعيد عن الشغل، بيبعد نص ساعة، بيبعد ساعة، هون أي شغلة بدك تعملها بدك تمشي على القليلة شي ساعة ولا ساعة ونص لتوصل من محل لمحل، بس العالم بتعل قلبي وبتقلي ايه مناطق بعيدة عن بعضها، بيتي بعيد عن الشغل، بيبعد نص ساعة بالسيارة. يا أخي تعال شوف هون كيف العالم عايشة، وهون الوقت كتير مهم، هم بيحسبوك على الدقيقة والثانية. وصلنا تقريبا، هذا هو ما قلته، فعارفين عم لازم ننتظر بالإشارة بقى. هون السكة، هون مدري شو في اليوم، كنيسة، موزة وأكل، كل العالم، حتى يعني بأوروبا في فقر يعني وفي عالم ما قادرة تاكل. الله يرزق الجميع، يعني نهاية كلهم عجزة يعني كبار بالعمر مسنين يمكن ما بيشتغلوا. المهم هيدي الطريق فرعية. هيدي كنيسة مهجورة. أخيرا وصلت، حاسس حالي صار لي سنة عم بوص فيه. شوفوا المجمع، محل المفروض يكون فيه محل اسمه ميديا ماركت، هون الناس بتجي بتشتري أدوات الإلكترونية اللي محتاجينها. كله إزاز. اوه والله حلو، في بلبو ديكونستركتيفيزم. على الاغلب لازم اطلع من هون بالدرج، طريق طويلة. نقدر نبطش على العالم. شو لقى؟ قطعنا عنهم. في غلط بالاتجاهات، المفروض كان يكون بالطابق الأول، طلعت أنا الطابق الأرضي طابق الجراوند فلور، بس طلعت على الطابق الثاني أو الفيرست فلور. فهلا رايحين لنشوف وين صارت هيدي الميديا ماركت. ليك هيدي هي ميديا ماركت، هون المفروض يبيعوا كل شيء بقى الكترونيك،
نعرف او نلاقي الايتمز اللي جايين كرماله. هلا في عندي 2 items I should buy. يعني عندي 2 اشياء لازم اشتريهم، واحد للسموزر للكمش في التليفون صور فيه، والثاني يمكن اشتري ميني لابتوب صغير لانه بعت الكمبيوتر تاعي، وبيسكلي هدول المصاري اللي عايش فيهم. يعني كان شي نص ساعة وانا عم بدور، وبالاخير بيطلع انه ما في من الفيرجن اللي بدي اياها، فمضطر روح هلا على محل تاني، على ميديا ماركت موجودة تاني بنفس المدينة، هونيك عندهم الايتم فعملوا لي ريزيرف لها، ولا رايح استلمها من هونيك. يلا برجع بكفي معكم هونيك بس لاوصل. هلا نزلت من الباص وبعدني واصل على الميديا ماركت التاني، موجودة ب سكشن تاني او بارت تاني او منطقة تانية من المدينة، وهلا حنفوت نشوف الايتم اللي عملوا له ريزيرف، نشوفوا من مدخله. هلا نشوفه. هي الميديا ماركت، واخيرا وصلنا له. بيعجبوني انا هدول الفتحات بالمولز، بيعطوا حلو لمسه حلوه للمنطقه، ما بتحس حالك. بس شكلها هيدي الاريا كلها لريستورانت، و حلو كل واحد ياكل بهواء. اخيرا وصلت، نشوف ناخذها الايتمز ولا لا. نشوف نحكي مع كاستمر سبورت ونشوف يوصلونا. واشتريناها. واخيرا اشتريناها. ناقص 179 سعر. تستاهل، انتو بتستاهلوا. المهم تشوفوا فيديوهات حلوة. يلا اليوم او بكرة بنرجع نصوركم شي حلو كتير علي. وهلا وصلت على البيت، وهلا بدي افرجيكم العلبة، واخيرا بتحمس. شوفوا يلا افتحها مع بعض. طبعا هيدي اخر اصدار من هذه الموديل. شوفها هون. اوكي الشنطة. كيبل تايب سي.
الستاند طبعا هنجربهم كلهم. هذه كرمال امسك التليفون. اهم شيء اللي ناطرينه لازم تتخزى. اكتشف بقى كيف اشتغل. بعتقد ما فينا نستعملها هلا الا ما جنت. المهم بعتقد في ابلكيشن كمان المفروض ننزلها. المهم الفيتشرز الحلو فيها انه الى ستاندر، يعني هيدي الاكستاند البسيطة بتفرق كتير. كيف يطفوا هلا؟ هلا بنجربها بقى الـ actual work. فرجيكم هيدي كانت الستاند تاعي القديم. nothing special. الستاند عم بستعملها لصور لحتى اخذ الزوايا، ومثل ما شايفين هيدي الكاميرا بتلحقني وين ما اروح، يعني ما في داعي حتى امسك التليفون بايدي. بكرة إن شاء الله، أنا بكرة بدي أنزل أجيب اللابتوب. في عندي مسافة طريق تقريبا شي ساعتين في الترن أو ساعة ونص تقريبا، متأكد منها بالضبط. ولبكرة بالفيديو الجاي حيكون في مشوار الطريق للمدينة التانية اللي حاشتري فيها اللابتوب، ونفس الوقت حابب صور لكم المواصلات بالترن هون، وبنفس الوقت بنشوف شي مناطق حلوة ونصورها. يلا باي باي لبكرة.